معظم النجوم الأساسية يمكن العالم كله أصبح عارف أسماءها في منتخب بلجيكا، هل تتوقع أنه البطولة دي تفرز أو تظهر نجوم جدد، نجوم شباب جدد في بلجيكا؟ ومين من الأسماء ترشحها للتألق في يورو 2020 أو 2021؟ حسناً، أعتقد لدينا العديد من اللاعبين الواعدين ليسوا في نفس المستوى للاعبين الكبار، وهذه تعد صعوبة بالنسبة لهم. وفي هذه اللحظة أعتقد أن لدينا العديد من اللاعبين الناشئين الرائعين، منهم لاعبين يلعبون في ليستر سيتي ويؤدي بشكل جيد جدا مع الفريق القومي، ولدينا أكسل فيتسل هو لديه إصابة بسيطة لكنه يتعافى منها، ولديه فرصة طيبة لإظهار نفسه ومهاراته مع الفريق في هذه البطولة، ولو حظي بالوقت الكافي للاعب أعتقد أنه سيتميز في هذه البطولة. هل تتفق مع وجهة النظر اللي بتقول أنه طريق بلجيكا للتأهل للأدوار الإقصائية سهل، بما أنه وقعت في مجموعة الأسهل نسبيا، وجهة نظر كتير بتشوف أنه مجموعة بلجيكا مش مجموعة قوية، معها فرقة الدنمارك، معها فنلندا، ومعها روسيا، بتتفق مع وجهة النظر دي ولا ليك وجهة نظر مخالفة؟ وبعد دور المجموعات ازاي بتشوف فرص بلجيكا في الوصول للنهائي، ومين الفرق او المنتخبات اللي ممكن تكون عندها القدره على منافسه بلجيكا في التتويج باللقب؟ اعتقد في البدايه ان باننا بالرغم من لدينا العديد من التساؤلات about بخصوص الإصابات التي حلت بالفريق، وخصوصا بعد ما وقعتنا القرعة مع دول زي روسيا وفنلندا والدنمارك، أعتقد أن الفريق البلجيكي سيكون هو المرشح الأكبر في هذه البطولة، ولا أعتقد أننا يجب أن نقلل من قدر هذه الفرق، لأننا مع فرق محترمة، ولو تأهلنا من المجموعة فيوجد العديد من الفرق مثل المنتخب الفرنسي. أعتقد المنتخب الفرنسي مرشح بقوة، لديه خط هجوم قوي جدا، لديهم فريق رائع وفريق متوازن جدا على مستوى كل الخطوط، ولديهم العديد من الخبرات مثل المنتخب البلجيكي بالطبع، فلذلك فرنسا مرشحة في المقام الأول أن تتحدى وأن تنافس المنتخب البلجيكي في الفوز بهذه البطولة، وأعتقد أيضا منتخب البرتغال لديه فرص كبيرة في المنافسة على اللقب، وكذلك المنتخب الألماني. أريال جاك جيكوبز طبعا رئيس الحالي لجنة شباب الاتحاد البلجيكي لكرة القدم والمدير السابق لنادي أندرلخت البلجيكي، بشكرك شكرا جزيلا على وقتك.